مشاهدينا، من أخبارنا نفتح ملفنا الأول للنقاش والذي خصصناه للحديث عن الصناعات التحويلية وبالتحديد الصناعة التحويلية للجلود والنسيج في الجزائر. نتكلم عن واقع وآفاق هذه الصناعات. مشاهدينا يشاركنا في نقاش هذا الموضوع أحمد زياد المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة. أهلا بك معنا سيدي. اهلا اهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك على الاستضافه. شكرا لك على تلبيه الدعوه. بارك الله فيك. اذا نبدا هذا النقاش من الرقم الذي صرح عنه وزير الصناعه احمد زغدار منذ قليل، تكلم عن استيراد اكثر من 100 مليار دولار في هذه الشعبه، تكلم عن اعاده الاعتبار لهذه الشعبه. كيف يمكننا اليوم وصف واقع الصناعة التحويلية وبالتحديد صناعة النسيج والجلود في الجزائر؟ شكرا. نعم، يعني ما قاله السيد الوزير هو الواقع الحالي، ولهذه الجلسات الوطنية التي تخص بشعبة صناعة النسيج والجلود أتت بعد يعني جلسات ختامية، لأن هناك نظمت وزارة الصناعة في الأشهر الماضية جلسات جهوية على مستوى ولاية المدية وولاية تلمسان وعلى مستوى العاصمة، وهذه الجلسات جلسات ختامية من أجل حوصلة كل الأشغال التي توصلنا إليها. وفي حوصلة هذه الأشغال تبين للجميع، جميع المشاركين بما فيهم الإدارات العمومية، الهيئات المكلفة بهذا النشاط، والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين مباشرة بمشاركة الخبراء. والرقم الذي أعطاه السيد وزير الصناعة فيما يخص واردات في مجال النسيج والجلود وصل في سنة 2021 إلى 1.1 مليار دولار. هذا يعني فرصة سانحة لكل المتعاملين من أجل الولوج إلى هذا السوق واغتنام الفرصة، علما بأن على المستوى العالمي تراجع كثير في عدة شعب صناعية، ولهذا هذه الفرصة نريد أن نغتنمها في السنوات المقبلة إن شاء الله. والمتعاملين يعني الذين تشاركوا في الجميع في كل الجلسات التي نظمناها أبدوا رغبتهم في المشاركة، ولهم قدرات ولهم إمكانيات مادية وتجهيزات. يجب علينا وعلى كل القطاعات إعادة بعث هذا النشاط ومرافقته من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة إن شاء الله. سيد أحمد زياد عن ضرورة ولوج المتعاملين لهذه الشعبة، تكلمت عن إعادة بعث هذه الشعبة، كيف يمكننا اليوم إعادة بعث هذه الشعبة؟ ما هي ممكن المقترحات التي سيتم تقديمها خلال هذه الجلسات الوطنية؟ يعني حاليا عندنا بعض النتائج التي توصلنا إليها، ولكن نريد مشاركة الجميع في الورشات التي ستنظم يوم يعني في يوم اليوم وغدا إن شاء الله، والمطلوب منها توصيات، يعني الوصول إلى توصيات فعالة ويعني ميدانية من أجل الولوج هذا. منها يعني العمل، هناك ورشة تختص مختصة إن شاء الله في يعني المواد الأولية، اللي هي الورشة الأولى، وهذه الورشة ستنظر إن شاء الله إلى ما هي المواد الأولية التي تستورد حاليا بصفة كاثفة، ومنها القطن والخيط، يعني الخيط من أجل استعماله في النسيج. وثانيا لما لا النظر في صناعة الخيط البلاستيكي اللي هو معروف على المستوى العالمي، اللي هو مستعمل حاليا وهو ذو يعني تكلفة أقل من خيط القطن. وفي الورشة الثانية يكون دراسة الجودة، يعني معايير الجودة والقياس من أجل ولوج السوق العالمية والسوق الوطنية، تكون المنتجات الوطنية ذو جودة حتى يكون السوق يعني يلجأ إلى هذه المواد، يعني بالنسبة للمواد الأخرى المستوردة حاليا. والورشة الثالثة تكون مخصصة من أجل السوق، من أجل تسهيل تسويق هذه المنتوجات على المستوى الوطني ولتصدير بصفة يعني مماثلة. والتصدير يكون مبنيا على الجودة كما قلت في الورشة الثانية، يعني النظر وإمكانية
لانه نعرف ان هذا القطاع وهذه الشعبه اين المعطيات اللي لدينا ان هناك عده مؤسسات صغيره ومتوسطه غير معروفه عن السوق وان شاء الله ستدخل في المسار يعني النظامي في هذه في تنظيم هذه الشعبه ان شاء الله. نعم سيد أحمد، لما نتكلم عن المواد، عندما نتكلم عن كل هذه النقاط، لابد من الحديد أو الحديث عن تكوين اليد العاملة. اليوم بإمكان الجزائر المراهنة على تكوين يد عاملة للدفع بهذه الشعبة. نعم هذا شيء يعني أمر مهم وأهم. هناك تدخل وزير التكوين المهني، التكوين والتعليم المهنيين، ألح إلى هذا، وكل المتعاملين الاقتصاديين الذين التقينا بهم في هذه في الجلسات الماضية كان طلب هذا يعني طلب حثوا على هذا التكوين وتخصيص اليد العاملة وخاصة عند الشباب، ولهذا يعني أعطى وزير التكوين المهني التكوين والتعليم المهنيين الأرقام. هناك مراكز تكوين عديدة في كل الولايات، يذكر منها 38 ولاية تتوفر على هذا التخصص، وهناك معاهد وطنية المتخصصة في التصنيف والموديليزم وغيرها من التقنيات الحديثة. نعم. واحتياجات المتعاملين الاقتصاديين يعني أرقام هائلة، لأنه لحد الآن لم يكن تحفيز، أولا تحفيز لهذه الشعبة من أجل جذب الشباب الى هذا الفرع، ولكن كل الافاق التي توصلنا اليها حاليا ان شاء الله يكون هذا الفرع من الفروع الجذابه لليد العامله وخاصه عند الشباب، والقطاعات المعنيه منها التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين يعني هم معنا مع جميع سياسات الدوله من اجل تطوير هذه الشعبه والنهوض بها وتخليص من واردات التي بلغت 1.1 مليار دولار واحلال الواردات إلى أقصى يعني ما نستطيع الوصول إليه. سيد أحمد، المفهوم من كلامك أنه القطاعات اليوم المختلفة تشترك في هذا المسعى، مسعى النهوض بهذه الشعبة ووقف عملية الاستيراد، خاصة الاستيراد العشوائي في هذه الشعبة. هل ممكن سنرى مستقبلا خلق مناطق نشاط مصغرة لصناعة الجلود؟ نعم، أتى في السياق كل الأشغال التي قمنا بها وخاصة في صناعة الجلود، لأنه هذه صناعة ملوثة، ولهذا لازم أن نراعي هذا الجانب وأن نخصص مناطق نشاط. وكان هذا الكلام على مستوى ولاية المدية، وين إن شاء الله تخصص منطقة على مستوى منطقة قصر البخاري منطقة مصغرة، ولهذا يتمكن قطاعنا وقطاع المكلف بالبيئة من أجل التحكم في تقليص من تلويث المناخ. ومن جانب القطاع النسيج، نحن نراعي حاليا كل يعني وجود اولا اليد العامله المتخصصه والمتكونه من اجل انشاء مناطق صناعيه او يعني تمييز بعض المناطق من اجل استقطاب هذه المشاريع. نعم سيد احمد، نتكلم دائما عن طرق رفع هذه الشعبه الى مكانتها التي تصبو اليها الدولة الجزائرية ووزارة الصناعة على وجه الخصوص. هناك مطالب تم اقتراحها في عديد المرات من طرف الناشطين في هذه الشعبة، وهو ضرورة دراسة جوانب الجبائية والرسوم الجمركية. هل سنرى أيضا دراسة لهذا الملف؟ نعم، حقيقة أنه هذا أمر يعني من العراقيل. نعم. العراقيل التي رفعها المتعاملين، لأن يعني هناك ارتفاع أسعار في المواد الأولية على المستوى العالمي. نعم. وخاصة التي تتكز من مواد بترولية بارتفاع أسعار الغاز، ولهذا إن شاء الله ننظر في هذا الجانب وتكون اقتراحات من أجل تخفيض من الأعباء المالية على استيراد المواد الأولية وإنتاجها محليا. نعم، وبإمكاننا القول بأن هذه الاقتراحات ستشكل بمثابة تحفيزات للمتعاملين لدخول نعم، تكون هذه تكون الشعبة. تكون فيها تحفيزات يعني نعم. مباشرة، ويعني النمط اللي نحن سائرين فيه على مستوى الورشات إن شاء الله اليوم غدا يكون وضع ورقة طريق عملية، يعني لما تكونش اقتراحات يعني عامة، ولكن تكون اقتراحات بمشاريع مبينة وبمشاريع
يعني تكون تهدف الى تقليص من فترات الواردات. مثلا مشروع تنمية صناعة زراعة القطن يكون من المشاريع الأولية، صناعة الخيط البلاستيكي يكون من المشاريع التي ستقدم إلى مجلس الحكومة عن قريب إن شاء الله، تكون هناك مداخلة على مجلس على اجتماع الحكومة في الأيام القادمة، وإن يكون يعني الوضع الحالي لهذا الفرع وهذه الشعبة، ونقدم فيها يعني المقترحات على صيغة ورقة عمل وليس اقتراحات عامة. نعم سيد أحمد زيادة المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات. شكرا موصول لكم وبارك الله فيكم.